النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي سنتحدث بها في ثلاث محاور أساسية. نبدأ المحور الأول لهذا اليوم، سنتحدث بشكل سريع ومختصر عن الأحوال الجوية المتوقعة سواء هذه الليلة ونهار يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى، ثم سنتحدث بتفصيل ونسهب في موضوع المنخفض الجوي العميق المتوقع أن يؤثر على المملكة نهاية هذا الأسبوع، تحديدا اعتبارا من صبيحة يوم الخميس ويمتد حتى ساعات مساء يوم السبت. ونختم النشرة الجوية بتنبيهات هامة بشأن الحالة الجوية التي يتوقع أن تؤثر على المملكة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. إذن بالنسبة للأحوال الجوية هذه الليلة، تكون درجات الحرارة أدفع مما عليه الأحوال الجوية ودرجات الحرارة خلال الليالي السابقة، تكون أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة الصغرى كحد أدنى تهبط إلى 11 درجة مئوية أي في ساعات فجر يوم الأربعاء. غدا الأربعاء تكون الأجواء بوجه عام نستطيع أن نقول أنها أقرب للربيعية، دافئة بوجه عام في أغلب المناطق، تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية، ويمكنكم التعرف على درجات الحرارة بشكل مفصل في مناطق المملكة عبر النشرة الجوية الخاصة بيوم غد والتي تبث أيضا عبر قنوات تخص عرب على اليوتيوب ومنصات تخص عرب المختلفة. نبدأ معكم أيضا بالمحور الآخر وهو تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ونبدأها بما يسمى بخرائط الضغط الجوي. صبيحة يوم الخميس يتوقع أن يتدفق هواء بارد نحو الأراضي المصرية قادم من الأراضي الأوروبية، يتشكل منخفض جوي عميق في مكان غير معتاد في أواسط الأراضي المصرية مع ساعات صباح يوم الخميس بمشيئة الله تعالى. هذا المنخفض مكانه غير اعتيادي غير طبيعي، بالعادة تتشكل منخفضات جوية فوق حوض جزيرة قبرص أو في شرقي البحر الأبيض المتوسط أو حتى في تركيا، إنما أن يتشكل منخفض جوي في أواسط الأراضي المصرية هو أمر غير معتاد، ولكن ذلك المسار لهذا المنخفض الجوي سيجلب معه ظواهر جوية عديدة سنستعرضها بعد قليل. صباح يوم الخميس إذن منخفض جوي يتمركز أواسط الأراضي المصرية، يتحرك مع ظهر يوم الخميس يتمركز بالقرب من مدينة القاهرة مع تدني أكبر في الضغط الجوي أي يصبح هذا منخفض عميقا. نتحدث عندما نقول منخفض جوي عميق أي أن قيم الضغط الجوي منخفضة، وبالتالي الدوران وسرعة الرياح حول هذا المنخفض الجوي تكون كبيرة للغاية. مع ساعات مساء يوم الخميس يتعمق أكثر هذا المنخفض الجوي ويتمركز بالقرب من السواحل الشمالية للأراضي المصرية، ويوم الجمعة فجرا يتمركز هذا المنخفض تقريبا فوق منطقة الدلتا وشمال الأراضي المصرية مع عمق شديد جدا، أي أن المنخفض ذات ضغط جوي منخفض، ونستطيع أن نرى أن هذا المنخفض الجوي يتمركز في تلك المناطق مع ساعات صباح يوم الجمعة ويمكث في منطقة شمال الأراضي المصرية تحديدا عند منطقة الإسكندرية تقريبا أكثر من 6 أو 8 ساعات. ولاحقا هذا المنخفض الجوي يبدأ بالتحرك من جديد داخل البحر الأبيض المتوسط مع ظهيرة يوم الجمعة، وعندما يتحرك يصل تقريبا إلى السواحل الفلسطينية مع ساعات مساء يوم الجمعة وفجر يوم السبت بمشيئة الله تعالى ويؤثر على المملكة. هذه الحركة لهذا المنخفض الجوي بهذه الطريقة بدأت من أواسط الأراضي المصرية ثم صعد المرتفع إلى شمال الأراضي المصرية ثم دخل باتجاه البحر، ستجلب عدة ظواهر جوية سنستعرضها تدريجيا معكم أولا بأول وحسب الأسبقية. نبدأها بأول شيء بسرعة الرياح القوية المتوقعة مع هذا المنخفض الجوي. هذه الخرائط تشير إلى سرعة الرياح، كلما زادت الألوان اللون الأكثر إحمرارا أي أن سرعة الرياح عالية، كلما قلت هذه الألوان وأصبحت باللون المائل الصفرة واللون الأزرق الفاتح تعني أن سرعة الرياح أقل نوعا ما. هذه الخرائط تشير إلى سرعة هبات الرياح صباح يوم الخميس، نلاحظ وجود هبات كبيرة للرياح في مناطق سيناء والمناطق المصرية في المناطق القريبة من تمركز هذا المنخفض الجوي،
نلاحظ أن المملكة تبدأ فيها نشاط بعض الرياح الجنوبية الشرقية التي تكون ما بين معتدلة مع بعض الهبات النشطة أحيانا، لكن مع ساعات ظهير يوم الخميس نلاحظ وجود هذا اللون وهو تعني سرعة رياح وهبات كبيرة جدا في مناطق شبه جزيرة سيناء، المناطق الشرقية من الأراضي المصرية، بالإضافة إلى بدء نشاط كبير في سرعة الرياح في المملكة. سرعة الرياح الكبيرة هذه تعمل على جلب أجواء مغبرة للغاية في مناطق المملكة، ناتجة عن أن هذه الرياح ستكون قادمة من مناطق شبه الجزيرة العربية وتكون ذات سرعات عالية تعني إثارة كبيرة للأتربة. ولكن مع دخولنا في ساعات مساء يوم الخميس تصبح هبات الرياح تفوق حاجز 100 كيلومتر بالساعة في المملكة، وتصبح حركة الرياح نشطة جدا وعاصفة، تكون هناك بعض الهبات الشديدة في مناطق مختلفة من المملكة، وتعمل على إثارة ما يسمى بالعواصف الرملية التي ستطال مدن أردنية، وتكون هناك تدني كبير لمدى الرؤية الأفقية ارتفاع كبير جدا في تركيز الغبار والأتربة. تستمر الرياح الشديدة في عموم مناطق شبه جزيرة سيناء وداخل عمق الأراضي المصرية إثر تمركز هذا المنخفض بهذا الشكل. حتى مع ساعات فجر يوم الجمعة تستمر الرياح شديدة وقوية وعاتية في مناطق مختلفة من دول الشرق الأوسط، تحديدا مناطق الأراضي المصرية وبلاد الشام. مع بدء حركة هذا المنخفض، طبعا هذه المنطقة هي مكان مركز المنخفض، تقريبا مركز المنخفض بالذات تكون ذات أقل رياح يمكن ملاحظته عبر خرائط الرياح. مع بدء تحرك هذا المنخفض من جديد لداخل البحر الأبيض المتوسط تصبح حركة الرياح قوية جدا من جديد في مناطق مختلفة من منطقة شرق البحر الأبيض والأراضي المصرية، أي هذا الكلام تقريبا بعد ظهر يوم الجمعة. بالمختصر هناك رياح شديدة ستكون حول هذا المنخفض الجوي طيلة فترة تحركه وتأثيره، وتخف تدريجيا اعتبارا من يوم السبت، وهذه الحركة الكبيرة للرياح ستعمل بمشيئة الله تعالى على إثارة عواصف رملية، وستكون ذات قيم عالية أي تصل سرعة بعض هبات الرياح إلى أكثر من 100 كم بالساعة. ستعمل هذه الرياح أيضا يعني أمر هام جدا على اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج العقبة بسبب ارتفاع الأمواج حتى في قناة السويس، بالإضافة إلى عموم مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط كنتيجة لهذه الرياح التي ستكون ذات سرعات عالية جدا، وبالتالي ستؤثر على حركة الملاحة البحرية كنتيجة لارتفاع الأمواج واضطرابها بسبب هذه الأحوال الجوية. انتقالا إلى الظاهرة الأخرى المتوقع أن تترافق مع هذا المنخفض الجوي ذات المسار غير الاعتيادي والعميق بشكل كبير جدا، هو خرائط توقعات الهطولات المطرية. يتوقع أن تتأثر المملكة قبيل التأثير الرئيسي لهذا المنخفض الجوي، بحالة من عدم الاستقرار الجوي ستبدأ اعتبارا من ساعات صباح يوم الخميس. فكما نلاحظ أن المملكة جميعها تقع ضمن فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار تكون على فترات وفي مناطق عشوائية، لا يستبعد أن تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، مما يوفر الفرصة لتشكل السيول وجريان الأودية في مناطق مختلفة من المملكة، ذلك خلال ساعات نهار يوم الخميس. فكما نلاحظ هذه الخرائط تشير إلى ذلك. ولكن إذا نظرنا إلى خرائط الأمطار في الأراضي المصرية فنلاحظ أن بسبب تمركز هذا المنخفض في تلك المناطق يتوقع أن تتأثر الأراضي المصرية بهطولات مطرية غير معتادة رعدية غزيرة كثيفة في معظم الأراضي المصرية نتيجة لحركة هذا المنخفض الجوي. ومع حركة منخفض الجوي شمالا يتحرك هذه الحزم من الغيوم الرعدية الممطرة شمالا مع حركة هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. لكن عودة إلى الأردن، يتوقع أن تهطل الأمطار على شكل زخات بين الحين والآخر وتكون رعدية في مقدمة تأثير هذا المنخفض الجوي أي مع ساعات نهار يوم الخميس. ولكن مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة هناك ما يسمى بجبهة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض الجوي، يتوقع أن تعبر المملكة بدءا من المناطق الجنوبية ومن ثم الشمالية. عبور هذه الجبهة بالترافق مع هذا المنخفض الجوي مع وجود الرياح القوية والغبار سيوفر حالة شديدة وقوية من عدم الاستقرار الجوي وبين عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة أي ليلة الخميس على الجمعة، ويتوقع بذلك هطول زخات رعدية شديدة من الأمطار، ربما تكون أيضا مترافقة مع زخات من البرد في بعض المناطق، ويتوقع على إثر ذلك أن تكون هناك تشكل للسيول وجريان الأودية في مناطق عديدة من المملكة بما فيها أيضا مناطق الأغوار والبحر الميت بالإضافة إلى خليج العقبة. ولكن
مع ساعات صباح يوم الجمعة، وما حركة هذا المنخفض الجوي باتجاه الشمال، أي يكون هو شمال الأراضي المصرية ويبدأ بالدخول البحر المتوسط. وجود هذه الجبهة الهوائية بعد تكون قد عبرت المملكة، يعني كما نلاحظ تحرك الهطولات المطرية تكون قد عبرت أجواء المملكة، مع ساعات نهار يوم الجمعة تضعف فرص هطول الأمطار قليلا، تتراجع فرص الأمطار ويزداد نسبة الغبار بالجو بشكل كثيف إثر وجود رياح شديدة في مقدمة هذا المنخفض الجوي، ولكن مع وجود حزم كبيرة من الأمطار في المنطقة الشرقية للبحر المتوسط يتوقع أن تبدأ بالدخول باتجاه المملكة من جديد مع ساعات مساء يوم الخميس، عفوا الجمعة، أي فجر يوم السبت، وبالتالي تتجدد الأمطار من جديد فجر يوم السبت ونهار يوم السبت، ويعود طقس يصبح طقس شتوي ممطر. إذن باختصار بما يتعلق بالهطولات المطرية، حالة من عدم الاستقرار الجوي نهار يوم الخميس، هطولات زخات من الأمطار الرعدية التي تسبب تشكل السيول بسبب غزارتها في نطاقات جغرافية ضيقة، تزداد وتيرة هذه الأمطار ليلا ليلة الخميس على الجمعة إثر عبور ما يسمى بجبهة هوائية باردة، تعمل على وجود نشاط رعدي شديد وأمطار وتساقط زخات برد في مناطق واسعة من المملكة ليلة الخميس على الجمعة، تتراجع قليلا فرص الهطول نهار يوم الجمعة وتزداد الرياح ونسبة الغبار في الأجواء، ثم تعود مرة أخرى الأمطار بالهطول من جديد ليلة الجمعة على السبت ونهار يوم السبت، لكن هذه المرة تكون مترافقة مع انخفاض كبير في درجات الحرارة. الأمر الثالث المترافق مع هذا المنخفض الجوي المميز هو الانقلابات الحرارية والتقلبات الحرارية الكبيرة جدا، فكما نلاحظ يوم الخميس هذه الألوان الحمراء تشير إلى ارتفاع في درجات الحرارة في مقدمة تأثير المنخفض الجوي. المنخفض الجوي يكون في ذلك الوقت يتمركز في أواسط الأراضي المصرية، وهذه الألوان تشير الألوان المائلة للاخضرار والزرقاء تكون تعني درجات حرارة منخفضة، فكما نلاحظ وجود ارتفاع على درجات الحرارة في مقدمة هذا المنخفض نهار يوم الخميس، وبالتالي درجات حرارة نهار يوم الخميس لن تكون باردة، إنما ستكون أحيانا في بعض فترات النهار دافئة، كما نلاحظ حتى هذه الألوان الداكنة تعني ارتفاع كبير في درجات الحرارة. قد نشعر أن الأجواء يوم الخميس خماسينية، أي أنها جافة مغبرة، بعض الأمطار الطينية، سرعة رياح عالية، ومع تقدم الوقت نلاحظ كيف أن الهواء البارد يدخل داخل الأراضي المصرية مع ساعات يوم الخميس. لكن يوم الجمعة يحدث تغير كبير في درجات الحرارة، حيث توقع بمشيئة الله تعالى أن تدخل هذه الكتلة الهوائية الباردة إلى الداخل، داخل المملكة، وكما نلاحظ هذه الألوان تعبر عن درجات حرارة منخفضة، كما نلاحظ تدخل إلى داخل المملكة مع ساعات نهار يوم الجمعة، وتتعمق أكثر إلى داخل المملكة مع ساعات مساء يوم الجمعة، وبالتالي يحدث تقلب كبير في درجات الحرارة ما بين الخميس والأربعاء التي ستكون فيها الأجواء غدا أقرب للربيعية نهار يوم غدا الأربعاء ونهار الخميس، لكن تصبح الأجواء تعود شتوية باردة ممطرة كما لاحظنا بسبب دخول هذه الجبهة الهوائية الباردة والمنخفض الجوي باتجاه المملكة خلال ساعات عطلة نهاية هذا الأسبوع. إذن ما هي الأحوال الجوية بالملخص المتوقع خلال الثلاث أيام القادمة؟ سنستعرضها سويا بشكل سريع. إذن الثلاثاء الأجواء كانت اليوم غائمة جزئيا، درجة حرارة 20 درجة مئوية، غدا 25، خمس درجات ارتفاع الأجواء، أجواء بوجه عام ستكون دافئة أقرب للربيعية كما ذكرنا، ومع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية، درجة الحرارة ليلا 13 درجة مئوية، لكن يوم الخميس تنخفض قليلا درجات الحرارة لكنها تبقى فوق حاجز 20 درجة مئوية مع أجواء ماطرة على فترات على شكل زخات رعدية، غبار، اشتداد كبير في سرعة الرياح، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء مضطربة للغاية، يوجد لدينا رياح شديدة، يوجد لدينا عواصف ترابية، ويوجد لدينا أيضا زخات رعدية كثيفة وغزيرة من الأمطار في ساعات الليل، مع بقاء درجات الحرارة نوعا ما مرتفعة تصل إلى 14 درجة مئوية ليلة الخميس على الجمعة، ولكن تنخفض درجات الحرارة للغاية يومين الجمعة والسبت، تحديدا يوم السبت أجواء شتوية باردة وماطرة بوجه عام. المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يؤثر على المملكة سيصنف بأنه من الدرجة الثالثة، أي أنه من منخفض عالي الفعالية، وهو دائما سيكون تحت المراقبة في غرفة عمليات طقس العرب في حال حدوث أي تطورات نظرا لهذا المسار الغير اعتيادي
لهذا المنخفض الجوي. بذلك كنا انتهينا في المحور الثاني لهذه النشرة، انتقالنا للمحور الأخير وهو محور التوصيات والتنبيهات التي يعني يجب الأخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالأحوال الجوية المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي نبدأها بالأهم وهي ارتفاع كبير في نسبة الغبار في الأجواء. هناك يتوقع أن يكون عدة موجات غبارية تؤثر على المملكة سواء يومي الخميس أو الجمعة، وبالتالي ارتفاع تركيز الغبار في الأجواء يؤثر على مرضى الجهاز التنفسي، مرضى العيون، أيضا يؤثر على المسير على الطرقات بسبب تدني أو ربما انعدام لمدى الرؤية الأفقية في العديد من الطرق بما فيها طرق المدن الرئيسية، ولكن بالأخص دائما طبعا الطرق الصحراوية المختلفة في المملكة سواء في جنوب أو شرق المملكة. الأمر الآخر الذي يجب الانتباه له خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي هو الانتباه من شدة سرعة الرياح. في العادة شدة سرعة الرياح تكون الغربية أو جنوبية غربية، في هذه الحالة ستكون شدة سرعة الرياح جنوبية شرقية، تصل بعض هباتها لما يتجاوز 100 كيلومتر بالساعة. هذه الرياح أعلى شيء تأثيرها سيكون على المرتفعات الجبلية العالية سيما المناطق الجنوبية من المملكة، أيضا المناطق القريبة من الأغوار والبحر الميت، هناك رياح هابطة من الجبال ستكون ذات سرعات عالية جدا، لا ينصح أبدا بالسباحة في البحر الميت كون هذه الرياح تعمل على إعاقة عملية السباحة وتزيد من حالات الغرق في بعض الأحيان في مناطق البحر الميت. وبالتالي بشكل عام يرجى الانتباه من شدة سرعة الرياح وتثبيت المقتنيات الخارجية لديكم خوفا من أنها تتأثر بهذه السرعات الكبيرة من الرياح. وقبل الختام الانتباه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في فترة تأثير هذا المنخفض الجوي والمناطق المنخفضة عموما يجب تفاديها في كافة المناطق سواء في الجنوب في الوسط في الشمال في الأغوار في العقبة في الشرق، هناك فرصة لتشكل السيول في خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي خاصة في حالات عدم استقرار التي هي قبل التأثير الأساسي لهذا المنخفض الجوي، وبالتالي ندعوكم إلى الانتباه لهذه الأمور بشكل كبير جدا. كما ذكرنا لكم سنبقيكم على تواصل ومعرفة آخر الأحوال الجوية لدينا، هناك غرفة عمليات تخص عرب ستكون على مراقبة تامة لهذا المنخفض الجوي الذي يتوقع أن يؤثر على المنطقة اعتبارا من صباح يوم الخميس ويمتد حتى ساعات مساء يوم السبت بمشيئة الله تعالى. أعود وألقاكم في نشرات جوية أخرى، إلى اللقاء.